السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة نقارن فيها بين جهازي سوني فايو 14 إنش و 15 إنش من ناحية المواصفات ومن ناحية الأداء. هذه الحلقة قمنا بتصويرها بعد تلقي عدة استفسارات من بعض الأخوان، منها ما هو الفرق بين المقاسين، وهل الأداء واحد، هل هناك معالجات أخرى من نفس السلسلة، ما هو الشكل الخارجي، ما هي الألوان المتوفرة بكلا المقاسين. طبعا سنتناول كل هذه الأسئلة بشكل سريع، وطبعا نحب أنه ننوه أنه ستكون هذه حلقة آخر حلقة نتناول فيها جهاز سوني فايو من سلسلة سي. نبدأ بسم الله. كما هو ظاهر أمامنا من الخارج لا يوجد فرق سوى في المقاسات بين الغلافين. ننتقل إلى الداخل وإلى مزيد من المقارنة. أوكي، الآن بعد ما فكينا الجهازين، هذا شكل ال 15 إنش، أوكي، ومقارنة بال 14 إنش، يعني ما هو ذاك الفرق. لو حطينا الجهازين فوق بعض، لاحظ الفرق، فقط تقريبا شيء الآن مقدار اصبعين او شيء الان بسيط. اوكي، طبعا بالنسبة للموضوع اللي هو الالوان، نفس اللي هو الشيء، الوان متعددة من ضمنها اللي هو الابيض والاسود والوردي والاخضر. اوكي، نفتح ونشوف. اوكي، زي ما احنا شايفين هنا، نسوي زوم شوي، تقريبا نفس المواصفات كلها، فيها لان اضاءة طبعا مع اللي هو الضوء لما يكون خافت، تفتيح وتعتيم تلقائي. زي ما قلنا، الفرق الوحيد بين الموديل هذا والموديل السابق او اللي موجود بجانبه فقط موضوع الفول اتش دي اللي هي 10080 دي بي اي، بينما وطبعا زي ما قلنا وجود الكيبورد اللي هي الجانبية هذه. طبعا يختلف معك مكان الماوس باد، اوكي، وهذا الشيء. الشيء الثاني الملمس ناعم هنا، بينما هنا الملمس خشن كأنه الآن محبب، اما هنا مصقول كذا ناعم. هنا الجهاز الثاني نقارن فيه، طبعا موضوع اللون ما يفرق، فنسوي زوم. زي ما احنا شايفين الدقة اللي هي الجهاز عادية، اوكي، طبعا ما دون او المستوى اللي ما دون الفول اتش دي او عالي الوضوح. طيب بشكل الان سريع نتكلم على السعر. الان تاريخ 25/6/1432، سعر جهاز السي سيريز 14 عند فيها طبعا في عالم سوني والسعر موحد 3999 ريال، وسعر السي سيريز 15 انش 4299 ريال، يعني فقط فرق 300 ريال تحصل على فول اتش دي وتحصل على لوحة مفاتيح كاملة وشاشة اكبر. اداء البطارية متماثل، ما فيها الان فرق، كلها كحد اعلى 4 ساعات، كلهم يركبوا عليهم نفس البطارية، بطول مقاس البطارية واحد. طبعا انا ما تأكدت من الموضوع اللي هو مقاس، اذا كان مقاس البطارية متماثل، لكن ابي احاول ان شاء الله بعد ما ننهي اللي هو الفيديو هذا على عجالة انه نوريكم مقارنة بين بطارية الجهاز الاول والثاني. شكرا لكم، وتابعونا ان شاء الله في فيديوهات جاية.